الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. نرحب بقناة الموقد العالمي، ونحن ممتنين لله سبحانه وتعالى وشاكرين له على هذه القناة التي أتاحت لنا الفرصة لأن نبث هذا أو هذه الشهادة التي شهد الله لنا بها، نبثها للعالم أجمع لكي يسمعوا كلمات الله، لأن الرؤيا أو تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال عن لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمرون الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وهذه الآية، والآية الأخرى: قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الشاكرين أو من الصابرين. فالرؤيا هي كلام الله كما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، أن الرؤيا جزء من 70 جزء من النبوة، وهي وحي، وهي بمثابة كلام يكلم الله به عبده. ورؤيا المؤمن صادقة، ورؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكذب إلى آخره، مضمون هذه الروايات. في يوم من الأيام بعد التحاقي بالدعوة أو قبلها لعله بالدقة، كنت ذاهبا إلى النجف لعلي أرى شيء من أنصار الإمام المهدي أو أحد أتباع أنصار الإمام المهدي عليه السلام، حيث كانت لهم حسينية في النجف الأشرف في منطقة حي الأنصار. وسمعت أنه فتح مكان أو يقال له براني للسيد أحمد الحسن عليه السلام، كان يقطن فيه أو يجلس فيه يعني أنصار الإمام المهدي عليه السلام، يعني ممثلين عن الدعوة اليمانية في النجف الأشرف منطقة الحويش. فقلت في طريقي لزيارة أمير المؤمنين لعلي ألتقي بأحد الأنصار أو لعلي أرى السيد أحمد الحسن عليه السلام فأسأله، وكان عندي جهل عن هذه الدعوة يعني كبير. فذهبت ورأيت الحسينية وقلت أدعها إلى اليوم الآخر حتى أتي وأسأل الأنصار، سوف أذهب وأبدأ بأمير المؤمنين عليه السلام بزيارته في النجف الأشرف على مضيفه آلاف التحية والسلام. فذهبت وزرت أمير المؤمنين وخرجت لكي أبحث على المكتب أو البراني التابع للسيد أحمد الحسن وصي ورسول الله المهدي واليماني الموعود عليه السلام، فأخذ بي الناس يمينا وشمالا، لم يقوموا بنصحي ولا بإرشادي إلى المكان الصحيح بقصد منهم بإضلالي عن مكتب السيد أحمد الحسن عليه السلام. وللأسف الشديد حتى كان منهم بعض الناس يعني ظاهرا أنهم متدينين، وبعضهم قال لي يعني بهذه العبارة اللهجة العراقية: هذه السوالف ما توكلها وازعوها وارجع لبيتك هيك يعني. فقلت له يعني أنا جاي أبحث عن شيء يعني كلام وعلم وكذا، ما جاي أبحث عن الخبز. فالمهم بها قصة طويلة يطول بها المقام هذا ما لا يسعنا الوقت. فبعدها ذهبت وإذا نظرت هذا المكان بعد ما الله سبحانه وتعالى من عليه، ورأيت المكان الذي كان فيه أنصار الإمام المهدي الذي هو قريب من مكتب الدراسات الإسلامية التخصصية بالإمام المهدي عليه السلام، مقابل الباب، باب مقابل باب، قريب من أمير المؤمنين عليه السلام. فرأيت المكان مقفل يعني وعليه حرس، وسألت الحرس ف يعني تكلموا علي بكلمات يعني بذيئة بنتر، ويعني شلون يعني حاولوا يطردوني وكذا. ففعلت شوي وياهم، فالمهم حفتهم تالي انا وكان ويا صديقي يعني موجود اسمه مرتضى الفريجي. فرجعت يعني شفت انه الحالة اكو صاير خارج شيء من يعني لعله من سادين المكتب. ذهبت إلى أمير المؤمنين متألم كلش يعني، قلت سبحان الله يعني مكتب رسمي وكذا موافقة الدولة ليش تشيء غلط. فذهبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ظليت أبكي يعني وصيح، حتى ظليت أصيح صوت يعني لا إرادية، ظليت أصيح يا أبوي يا علي بن أبي طالب أريدك تشهد لي لأحمد سلام الله عليه، هيك يعني لا شعور يعني كأنما أمير المؤمنين يعني شلون أبوي، ظلت أمشي وصيحة من ضريح يا أبوي يا أبوي يا علي بن أبي طالب. عليكم السلام ورحمة الله. أريدك تحكي لي عن أحمد الحسن، هيك تشهد لي لأحمد الحسن إذا حق يعني أنه تأيدني. فصار بعض يعني الأحداث في هذا المكان، ولعله هم يضيق الوقت إذا ذكرناها.
فذهبت إلى بيت هذا الأخ العزيز، ربما الآن هو يعني خرج من الدعوة بسبب ضعف إيمانه وعدم صبره على هذه الدعوة، لأن دعوة الله سبحانه وتعالى ثقيلة. نسأل الله الثبات لنا ولجميع المؤمنين. فخرجت وذهبنا إلى بيته، كان لديه بيت في النجف الأشرف، وكان بيته زوجته كانت ذاهبة إلى بيت أهلها، فكنا أنا وهو في هذا البيت، فنمنا في هذا البيت، ورأيت في الليل رؤيا بأمير المؤمنين عليه السلام وهو يشهد للسيد أحمد الحسن عليه السلام، قال يعني هذا ولدي أحمد وهو وصي ورسول الإمام المهدي لكم، يعني كأنما يريد يحدد يعني لأهل العراق افتحمس من عند الرؤية، فلا تكذبوا فانصروه ولا تخذلوه. ورأيت أمير المؤمنين يعني كأنما ظهره مكسور يعني ومدنق ومتألم، حيل متألم، وحسيت أنه هذا ألم بسبب تكذيب السيد أحمد الحسن عليه السلام، لعله بسببي يعني أنا هم، لأنه ما كان عندي يقين، ولا لو كان يقيننا قوي لتغيرت الأمور يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في يقيننا وإيماننا بالسيد أحمد الحسن. وبعد هذه الرؤية استيقظت وحمدت الله كذلك وشكرته لأنه أراني هذه الرؤية التي هي عن طريق أمير المؤمنين تشهد للسيد أحمد الحسن على أنه وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام واليمان الموعود. صليت ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى، وذهبت في الصباح لزيارة أمير المؤمنين وشكره. وبعدها أيضا كذلك توجد أمور، ولكن نتركها في زمانها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه القناة المباركة بالاتساع والشهرة لكي تصل كلمات الحق إلى العالم أجمع وإلى كل الديانات بدون استثناء، ببركة أنصار الإمام المهدي ودعائهم ونصرتهم لهذه القناة التي هي قناة فقيرة، ربما سوف يغنيها الله سبحانه وتعالى في الآجل أم العاجل، إنه على ذلك قدير وإنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.